تنضم إلينا كبرياء ساعور اختصاصية اجتماعية في غازي عنتاب. أهلا بك صباح الخير. يسعد صباحك ست كبرياء. صباح النور. صباح النور لألكون وصباح النور للمشاهدين. الأكيد يعني السحر والشعوذة كانوا موجودين في كل زمان ومكان، ولكن في عودة لانتشارهم بشكل كبير في دمشق خاصة، السبب برأيك؟ يعني مثل ما ورد بالتقرير ومثل ما عم تحكوا انه اللجوء للسحر وللشعوذه ولكل هاي الافكار هي شيء كان موجود قديم، يعني من المعتقدات القديمه والمنتشره يعني بالثقافه الشعبيه، لكن اسباب ازدهارها او تفاقمها خلينا نقول علم الاجتماع بيقول انه المجتمعات اللي بتعيش ازمات مجتمعات الهشه اللي عندها مشكلات كبيره بيزدهر فيها هذا الشكل من السحر واللجوء للتنجيم. يعني في عوامل كتير اجتماعية ونفسية وحتى شخصية، أحيانا الشخص بيحس أنه ما قادر يسيطر على شيء بحياته، مو قادر يتنبأ لبكرة شو بده يصير، فممكن يلجأ فعلا أنه ما قادر، هو ما عنده كنترول على حياته ولا على مستقبله، فممكن يلجأ لهي الأساليب. يعني مرة حكينا عن التنجيم بحلقة وقلت لكم إنه الفيلسوفة الألمانية حنا أرنت قالت إنه اللاجئين بيقرأوا الأبراج، لأنه اللاجئين ما عارفين مستقبلهم ولا عارفين بكرة. والآن إحنا بسوريا ومجتمع عم يعيش كل أشكال الأزمات، فهي الأزمات الناس مخنوقة ما عندها معرفة لمستقبلها، ف مثل ما بيقولوا فممكن يعني هو نوع من الضياع اللي عايشه المجتمع فعلا. سيدة كبرياء، إذا بنحكي على دلالات ذلك اجتماعيا، يعني هل وصلنا لدرجة من الجهل واليأس لحتى نطرق أبواب المشعوذين؟ يعني أنا في إيه، أنا بقول إنه الإحباط والأزمات الكبرى، يعني بأي مجتمع وقت لي الحكومات بتفشل إنه تعمل تنمية، تقدم خدمات، صحة، تعليم إلى آخره، بتزدهر هاي الظواهر. وعلى فكرة زوار يعني اللي بيلجأوا للتنجيم وللسحر مو بس من الفئات الفقيرة والشعبية أو اللي تعليمها محدود، ممكن تشوف فئات متعلمة كمان بتلجأ لها. شعور بالإحباط، الخزلان، كل هذا بيلعب دور بهذا المجال. يعني إنسان يعني ما قادر يسيطر على شيء، وهلأ كمان مواقع التواصل بتلعب دور بهالمجال، أحيانا تروج لهي القصص. يعني أنا أحيانا بتابع مجموعات تواصل بشوف إنه عم يسألوا إنه بدنا الشيخ يكتب لنا حجاب، بدنا أو أحيانا بيكون في حدا مريض نفسيا يعني كتير، فبيدوروا إنه يلجأوا للسحر أو هذا الشكل من أشكال بدون ما يروحوا للطبيب. يعني وارد أحيانا ممكن مرضى عندهم أمراض مستعصية وما قادرين يقدموا يعني يعالجوا حالهم، فبصير عندهم أمل إنه بركي عن طريق هدول السحرة يلاقوا لهم علاج. في أسباب كتيرة وعديدة. يعني ست كبرياء، إذا بدنا فينا نفصل شوي، اليوم حكينا عن الفئة، ولكن اليوم إذا بدنا نعمل مقارنة بين قبل وهلأ، بالفعل اليوم الوضع في مجتمع هش، في ناس بالفعل عندها فضول كتير اليوم تعرف القدر أو غيبيات معينة، وفي فئة بتبرر هذا الشيء موضوع ديني إنه السحر اليوم موجود بديننا وبحياتنا، يعني لا يأخذوا يمكن منحة آخر من هذا الموضوع. ولكن الفئة الأكثر اليوم تناول لهذا الموضوع بعيدا عن الحالة اللي وصلنا لها اليوم، من هي؟ يعني لحتى جاوبك وأنا أكون واثقة من هاي الإجابة تبعي وتكون إجابة الحقيقة أقرب للواقع، لازم يكون في دراسات وأبحاث بتتناول هاي الظاهرة. أنا على حد علمي ما بعرف إذا في أبحاث أو دراسات بتتناول مين الشرائح الأكثر أو الفئات الأكثر اللي ممكن تذهب للتنجيم. هلأ في دراسة بس مو بسوريا، يعني قرأت عنها مؤخرا، بتقول إنه النساء، قسم من النساء هني أكثر بيروحوا بيسألوا بيلجأوا
وللسحر وللتنجيم. بجوز هذا بيرتبط كمان بظروف النساء، اللي احيانا النساء بيكونوا بظروف وضعهم صعب، ما عندهم قدره انه يتخذوا قرار، فاضافه لكل المعتقدات اللي هي شعبيه، واضافه للتجهيل وانا برايي يعني بيكون في غياب تعليم، في غياب نشر يعني التفكير الصحي، بتنتشر افكار الغيبيات، والمكبه بيقولوا الغريق بيتعلق بالشيء، بيبحث حتى عن طيب الاوهام. حلو ست يعني. ست كبرياء نحن بس مشان نميز بحديثنا، نحن ما عم نحكي على التنجيم وفتح الفنجان والتبصير، نحن عم نحكي على السحر اللي بيقوم فيه ساحر أو, او او مشعوذ. هلا اكثر يعني اعمال هؤلاء المشعوذين هن جلب الحبيب، رد المطلقه، وهي القصص تفريغ. ليش ابرز اعمال السحر هيك عم تكون؟ تماما، يعني هي انا برايي سوق، يعني اذا ما عم تحكوا انه هي ازدهر هذا السوق، لانه في عندنا مشكلات. يعني وقت لي هي الدراسه اللي عم بحكي عنها انه المتزوجين اكثر من العازبين بيروحوا للسحرة، عندهم مشكلات طلاق، مشكلات انفصال، مشكلات يعني عديده مثلا على سبيل المثال، فبيتاملوا يعني وبصير في على مواقع التواصل انه الساحر الفلاني او ما بعرف، احيانا بياخذ السحر يعني مسميات احيانا فيها تضليل، يعني انه بيحل المشاكل ويعني وقادر والى اخره، فبتلجا الناس لهي. للاسف دائما وقت بيكون في سيطره الفكر يعني الغربي، انا قصدت انه يعني هل اختفى يعني الحوار مثلا، هل اختلف يعني هل مثلا رد المطلقة، طب يعني في طرق أخرى مثلا أنه في حوار، في مثلا إعادة الحبال مثل ما بيقولوا، أو مثلا يعني رد الحبيب أو ما بعرف شو، يعني في طرق أخرى ممكن نلجأ لها؟ بعتقد هدول الناس اللي بيلجأوا لهي الطرق يا أما يائسين فعلا ما عندهم أي حلول، أو ممكن أحيانا ما يكون في لا إمكانيات للحوار، أو يكون في قطيعة، أو يكون في عنده أسباب تانية يعني، أو ما يكون في هذا الوعي فعلا لحتى يلجأوا لهي الأساليب. لأنه بعتقد الناس الواعية وعندها الوعي بتلجأ لأنه في طرق للحوار، طرق لأنه يبحثوا المشاكل يوصلوا لحلول قدر الإمكان. يعني احيانا بجوز تكون ما في مجال، يعني احيانا بجوز مثلا بتشوف مرأة تركها زوجها ما بتعرف، او تزوج عليها، او حدثت يعني الحياة الاجتماعية غنية بهي الامثلة، فهي بتحس انه هي عاجزة ما باليد حيلة، فبصير عندها امل صحيح انه ممكن. ايضا اليوم للاسف اليوم ما عم نحكي بس على فئة، يعني هو نوع من بيع الاوهام يعني أكيد. ما عم نحكي اليوم على فيها فئة اليوم بيغلب عليها الجهل، يعني دايماً عم ننسب هذا الموضوع لعالم اليوم غير متعلمين، ولكن السوشيال ميديا الدراما عرضت أنه أيضاً السياسيين اليوم يتجهون إلى هؤلاء الأشخاص لتغيير ربما قدر ما، أو حتى لا يعرفوا الغيبيات بهذا الموضوع. ايضا السوشيال ميديا ست كبرياء ما فينا نفصل اليوم العرافين اللي عم يتم الترويج لهم عن طريق الاعلام، قنوات اعلاميه كبيره، وايضا لقاءاتهم مع ناس معروفه بانه هن بيعرفوا بعلم الغيبيات وقادرين انهم يغيروا شيء ما. قديه هذا الموضوع عن جد له تاثير على ليست الفئه الجاهله فقط، ولكن الفئات اليوم المتعلمه واللي على علم بانه هذا كله تضليل فقط. أنا بدي أتشكرك بالتأكيد، مو بس الفئات اللي تعليمها محدود أو الفئات الفقيرة والشعبية اللي بتلجأ، في ناس متعلمين خلينا نقول يعني، أو حتى سياسيين أو رجال سلطة مشان يحافظوا على سلطتهم، فبيلجأوا للعرافين، وهذا معروف يعني الصحافة بتقول. أما بالنسبة لدور الإعلام للأسف هون يعني مو بس مواقع التواصل، حتى وسائل الإعلام والتلفزيونات يعني أحيانا
بتروج لهدول الناس يعني، وبتفرض لهم ساعات من البس يعني. وهذا كمان أنا بعتقد يعني بتشوفي دائما مشان المشاهدة يمكن يجيبوا مشاهدة أو كذا، ففي ساعات من البس كاملة بتروج لهدول العرافين اللي بده يتنبأوا بالمستقبل أو اللي بدهم يحكوا عن بده يصير كوارث طبيعية أو إلى آخره. ففي منظومة كاملة إحنا بمجتمعاتنا للأسف من التعليم لكل يعني إحنا مجتمعات ما نجحت تعمل تنمية يعني، وبالتالي حتى التعليم تبعنا احيانا حتى لو كنا متعلمين ما تبنينا، احيانا التعليم مو ضروري انا اخذ شهادات لحتى يكون عندي هذا التفكير العقلاني او الحس ما دخل ابدا تماما. فاحيانا التعليم حتى ما بوصلنا لهذا الشيء، هذا الوعي. وانا بدي اشير كمان مساله السحر واللجوء للسحر بينتج عنه احيانا جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان. يعني في كتير نساء حوادث تعرضوا إما للاستغلال أو للعنف من قبل السحرة أو حتى للاغتصاب السحر، فحدثت جرائم أو أحيانا حدثت تماما يعني وصلت للقضاء حوادث من هذا النوع يعني. هلأ أيضا على الجانب الآخر خطيرة يعني مسألة ما أنا على الجانب الآخر ست كبرياء، بعض الأهالي فقط عثروا على سحر مخفي في منازلهم، يعني هذا الشيء ممكن يأخذنا أيضا إلى أنه ممكن يكون ناس مقربين منهم، وبالتالي يعني الثقة انعدمت الآن بالمجتمع. ممكن أي شخص أنا يفوت على بيتي ممكن ما مبين عليه أنه هو بده يضرني فيترك لي هذا العمل أو يترك لي هذا السحر ببيتي. بالتأكيد يعني الآثار الاجتماعية وتداعياتها على المجتمع، انتشار الغيبيات وهذا الفكر هي أنا بعتقد آثار سلبية ما بتعود تخلينا نفكر بشكل ابتكاري، ما بنفكر إنه شو مطلوب منا نعمل يعني بنستسلم يعني، عرفت شلون؟ هي الآثار السلبية أيضا حتى على صعيد الأسرة مثل ما قلت ممكن نفقد الثقة، لأنه هي المشكلات والصراعات بتبدأ داخل العائلة أحيانا، بكون صراعات أشكال عديدة يعني ممكن، فبالتالي بصير عندهم أمل أنه عن طريق هاي الصراع هاي اللجوء للسحر والحجابات وكل أشكال هاي الحقيقة يعني الغيبيات يعني واللي هي يعني كلها كذب ومنا حقيقية، بس للأسف أحيانا بيلبسوها لبوس ديني بحيث أنه بيقنعوا الناس فيها يعني للأسف تأثيرها جدا سلبي. طب ست كبرياء انتظار اليوم هاي الظاهرة بسوريا بظل هاي الظروف أمنيا كيف يمكن أن يستفيد النظام من أحداث فوضى بهي الظاهرة وفئات معينة أنها تلحق يمكن بعض المشعوذين وفلتان معين يمكن عدم المعاقبة أو المحاسبة أو حتى ملاحقة هؤلاء الأشخاص؟ أنا بعتقد النظام آخر هم الناس يعني، النظام السوري آخر هم الناس. إحنا عم نشوف الناس عم يعيشوا المجاعة، عم يعيشوا الفقر، عم يعيشوا أزمات إنسانية خانقة، فهي آخر همه. بالعكس انتشار هذه البيئة ومن الشعوذة هي الفائدة الممكن يعني تعود لإله تلتهي به القضايا يعني وقت أنت ما بتفكري انك انت ناس اشغال الناس بهي القضايا يعني وقت ما بتفكري بشكل ما يكون في وعي ما في انت عمل انك تتحدي الواقع او تشوفي يعني احنا وقت اللي بنستسلم لكل الظواهر والمشكلات الاقتصاديه والمشكلات الاجتماعيه اللي هو النظام والحكومه هي مسؤوله عنا، ببطل احنا نفكر مين المسؤول عنا وبنفكر بالسحر وبكل هي القضايا. بالعكس اخ عم نقدم خدمات يعني ممتازه للنظام. طيب ختاما بدي من حضرتك نصائح لمن يتبعون هذه الحيل ويذهبون الى المشعوذين والسحره. أنا بتفهم أحيانا الناس وقت بتكون ضايعة ومخنوقة وما في إحباط يعني ممكن إنه يفكروا مثل ما بيقولوا الغريق بيقشي بيبحثوا، بس لكن أنا بعتقد يعني إحنا يعني وقت رح يكتشفوا من التجربة إنه ما في حلول يعني، وإنما هي عم يتعرضوا للتضليل وعم يتعرضوا للنصب، أيضا مثل ما حكينا إنه في مخاطر كتير إنه يتعرضوا لاحتيال وجرائم يعني وصارت
الحوادث انه نساء، فلذلك لازم يكون الحقيقه في توعيه على هي القضيه. القضيه ما أنا ابدا بالامر السهل، هي تجاره رائجه، عمليه نصب وبيع الاوهام مثل بيع اي قضايا تانية هي ضاره بالمجتمع. اكيد، وبدها تكاتف يمكن عده جهات ايضا. الرادع الديني كثير له دور اليوم. صحيح بالتأكيد، إذا بنفكر بشكل عقلاني ومثل ما حكيت تفضلتي بالناس المؤمنين، الناس المؤمنين على الأقل إنه الإيمان تبعهم ما بيدعوهم لأنه يلجأوا للسحرة والشعوذة، يمنعهم من ضرر الناس أيضا، بنكون مريضين أو تعبانين نفسيا نلجأ وأيضا من أذى الناس وضرر الناس بالتأكيد. يعني شكرا كثير لك للحوار اللطيف ست كبرياء الاختصاصية الاجتماعية، كنت معنا من غازي عنتاب، وكل المعلومات اللي قدمتيها. نهارك سعيد. نهارك سعيد.